بسم الله. قلنا يا شباب كده مبدئيا لما كنا اتكلمنا في الكورس بتاع الفورسز اند موشن، في اول حاجه خالص كان عندنا مجموعه من الرولز المفروض نتعامل معاها من الاول. نتكلم على الفيلوسيتي والاكسلريشن والكلام ده. كان عندنا مجموعه من الايكويشنز، ايكويشن 1 كان بدات معانا من اول ثانيه، انا بس حط الفيشه بتاعتي. عندنا كان اول ايكويشن، كان بدانا من اول فيكتور وسكيلر. طبعا قلنا عندنا سكيلر كوانتيتيز هي فيزيكال كوانتيتي هاز اونلي ماجنيتيود، والفيكتور هاز ماجنيتيود اند دايركشن. وخدنا مجموعه من الايكويشن زي سبيد كانت ايكوالز ديستنس اوفر تايم، ودي كانت ميجر متر بير سكند. وخدنا كمان الاكسلريشن كانت في ماينس يو اوفر تي، كانت متر بير سكند سكويرد. واتكلمنا كمان على ال V average. قلنا ال average velocity كنا بنجيبها زي ان جي، برافو، total distance over total time. ايه كمان؟ ماشي معاك، ما عايز كل يرد عليا بسرعه، كل فاتح المايك وكل معايا، بحيث ان احنا بنراجع مع بعض كلنا، مش عايز اتاخر في الكلام اللي انا بقوله. خلي الساعتين دول concentrated قوي. ها، عندنا رول تاني لل average velocity، V plus U over 2 مش ماينس، v plus u over 2. اشمعنى؟ او الانيشال فيلوسيتي بلس الفاينل فيلوسيتي اوفر 2. ولو عندنا اكتر من واحده هيكون مثلا v1 بلس v2 بلس v3 اوفر 3. بس الموضوع ده الرول ده كنا بنسيبه في اي حاله، كل الحالات افيلابل، لكن الاثنين دول لا. اشتغلنا هنا، عندنا هنا شروط. ايه الشروط اللي بالنسبه لنا؟ لازم يكون الاكسلريشن كونستنت عشان اقدر استخدم الايكويشن دي، او الفيلوسيتي كلها تبقى سيم time intervals. بمعنى ان يكون اتحرك مثلا الفيلوسيتي لمده 1 اور، والفيلوسيتي كمان لمده ايه 1 اور، او هاف وهاف، كوارتر وكوارتر، يكون نفس البيريد اوف تايم. تمام، ده كده بالنسبه للافريج فيلوسيتي. اما بالنسبه لكلمه ديستنس، ديستنس دي كنا بنحسبها ازاي يا جماعه؟ اول حاجه the word distance، طبعا من اول ايكويشن اللي كانت سبيد سبيد اوفر تايم تايمز التايم، ادي اول حاله. ده الكلام ده برضو لينا شرط، الشرط هنا تكون سبيد كونستنت، عشان سبيد هنا رقم واحد. طب يا مستر لو سبيد بتتغير، سبيد تشينجز، يا ترى نجيب الديستنس ازاي؟ بسيطه، هيبقى الديستنس هنا في الحاله دي بنعمل ايه؟ بنجيب سبيد تايمز التايم. الله، امال ايه الفرق؟ هنا الفرق بقى تكون ايه؟ سبيد دي هنا لازم تكون ايه؟ افريج سبيد. بما ان سبيد هنا تشينجز، لازم تكون هنا نجيب ايه؟ افريج سبيد نوت سبيد. اما سبيد بس لما تكون سبيد دي واخده رقم واحد، اما لو سبيد لها اكتر من رقم بتكون ايه؟ بناخد افريج سبيد تايمز التايم. واخدنا كمان الديستنس اللي لها ايكويشنز، عندنا ده تبع الايكويشنز اوف موشن، اللي هي اس ايكوالز يو تي plus half into a into t squared. دي برضو ممكن اجيب منها ال distance. طبعا دي هي الايه؟ ال initial velocity. t stands for time. a stands for acceleration with t برضو هي الايه؟ ال time. s stands for a for distance. يعني ممكن استخدم برضو ال equation دي عشان اجيب الايه؟ ال distance بتاعتي. طب في حاجه كمان؟ طب خلينا نكتب هنا عنوان هو ال distance. لما يكون عندي جراف، بس هنا يكون سبيد تايم جراف، واحب لو اجيب له ديستنس، الديستنس هنا بتكون الاريا اندر ذا جراف، دي اللي بتكون الديستنس عندي. ممكن نجيب الجزء نخليه ده تراينجل، والجزء نخليه ايه؟ ريكتانجل، ونجيب الايه؟ الاريا بتاعتنا، تبقى الاريا هنا هي اللي ايكوالز الديستنس. بلاقي ناس كتير بتغلط وتقول لي ان ديستنس ايكوال سبيد تايم سايم وخلاص، ده قلنا له شرط يكون سبيد كونستنت. طب سبيد تشينجز، ده حاله اتنين تلات اكتر من حاله. هنا بقى لما تكون acceleration not constant، يعني هنا كان بتحرك باكسلريشن، وبعد كده هنا بتحرك بزيرو acceleration يعني constant speed، وبعد كده بتحرك مثلا كمان بديسلريشن، يعني هنا الاكسلريشن بتتغير اهي، اوكي. فاحنا بنجيب هنا الديستنس دي ودي ودي، فلو عندي اكتر من acceleration بنخش على طول على الجراف ونجيب الديستنس بتاعتنا. تمام، دي برضو من المعلومات اللي معانا. برضه كمان عندي ايكويشن برضه رابعه للايموشن، اللي ايه؟
v squared equals u squared plus 2as. برضو ال v. ازيك يا كاسر؟ ازيك يا محمد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله. مستر بس بستاذن حضرتك. كل ما تخلص بيج تقول لنا بس عشان نعمل سكرين شوت يعني. انا عامل سيفنج وهقول لك حاجه. بص ادي سكرين نمبر 1 عامله اوريدي سيف. ماشي ثانية واحدة عامل سكرين شوت. ماشي تمام. فين سكرين 2؟ ادي سكرين نمبر 2 ثانية واحدة. حضرتك لسه بتكتب فيها؟ هكتب بس دي اس برضه سنس فور ديستنس. هيك بس كل ما تخلص سكرين تقول لنا يلا يا جماعه نخلص. انا كده مش همسح ولا سكرين خالص. انا هسيب كل سكرينز اللي اكتب فيها النهارده مش همسحها كلها. هسيبها لحد لو بحس لو حابب ارجع لك على انا كل مره كنت بمسح النهارده مش همسح خالص. فهنا عندك قلنا هنا برضو فاينل فيلوسيتي وهنا برضو الانيشال فيلوسيتي 2a اسنس فور ديستنس. يعني الديستنس هنا لها حظ كبير معانا في الاسئله يا اما لو سبيد كونستنت دي الحاله الاولانيه اما سبيد بتتغير دخلنا بقى ايه كل الحالات دي يا اما تجيب هنا افريج سبيد يا اما تاخد الايكويشن دي يا الايكويشن دي تجيب الاريا اندر ذا جراف. دي كده كانت الايه الديستنس وازاي بنتعامل معاها. كده السكرين دي خلاص خلصت. طلع الصور اوكي تمام. تمام. بعد كده اتكلمنا على الجرافس. ناخد برضو صورة معانا للجرافس معانا. بص كده معايا يا سيدي. الجراف لها شكل عام هنتكلم عليه أساسي لكل الجرافس اللي معانا. بمعنى عندك مجموعة من الأشكال ده ممكن يجي لك الجراف بالشكل ده وهنسمي اللاين ده نمبر 1. ممكن يجي لك ستريت لاين هنسميه نمبر 2. يجي لك كيرفد لاين الناحية الثانية هنسميه نمبر 3. بارلل لاين هنسميه نمبر 4. هنا نمبر 5 وهنسميه ده y وهنا x. ايا كان y مين هو y x. لو عملت لك مثلا y و x مثلا عملتهم distance و time يبقى معنى كده gradient هيكون مين يا شباب؟ ما شاء الله عليكم. قلت نرد عليا برضو ولا انا كنت بكلم نفسي؟ distance time graph يبقى الجريدينت هنا هيكون مين؟ شطار هيكون speed. طب speed time graph هيكون الجريدينت acceleration. معايا؟ هو صوتي وصل ولا في حاجة في مشكلة في الصوت؟ لا 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 سمح ما حدش بيرد عليا ليه؟ يعني بص انا مش عايز حد ينام احنا بنتناقش برضو مع بعض بس انا بدي بس يعني يعتبر الريفرنس الاولاني لازم كنا نكون متاكدين ما فيش حد فينا غايب عنه كلام. فهنا السلوب بتاعنا هيكون في السؤال هيكون دلتا واي اوفر دلتا اكس. تمام. يعني الاولاني هيكون السلوب بتاعنا هيكون ديستنس اوفر تايم يعني سبيد. الثاني سبيد اوفر تايم يعني اكسلري يعني ايه اكسلريشن. فهنا نشوف نمبر 1 قول لي يا محمد هنا السلوب بتاعنا هيكون increasing ولا decreasing ولا constant ولا zero؟ سلوب هنا increasing. increasing. طيب number two. number two constant. number two constant جميل. number three. number three decreasing. decreasing. number four. نمبر 4 ريست ستيت ريست زيرو. هي كان هو مين نمبر 5 يبقى كونستنت برضو. اي ستريت لاين كونستنت فاليو خلاص. نمبر 6 اهو هرسمه على اللاين شخصيا ريست زيرو يعني برضو الاسلوب بيكون ايه برضو زيرو خلاص. على حسب انت بتتكلم على ايه. فلو انت بتتكلم على الجراف الاول اللي هو سبيد تايم جراف يبقى ايه؟ يبقى هنا سبيد انكريزنج سبيد كونستنت سبيد ديكريز
decreasing speed zero يعني at rest هنا في الاخر برضو speed is constant بس هنا يبقى الفرق ان الراجل ده ماشي forward وده ايه ده forward والتاني backward اما لو خدت speed time graph هيبقى ايه increasing acceleration constant acceleration decreasing acceleration وبعد كده هنا slope zero هنا بقى حتى نرسم هنا بجنب كده مع بعض عشان الناس ما تختلفش فيهم لو عمل لك two graphs distance time graph وعمل لك كده وعمل لك speed time graph وعمل لك برضو كده قلنا ايه الفرق بين الاثنين ان هنا slope بتاعنا هيكون zero يعني speed بزيرو يعني body average اما ده slope بتاعنا هيكون zero يعني الاكسلريشن بزيرو يعني speed هتبقى ايه constant ده الشكل العام للجراف الاساسي بالنسبه لنا اللي لازم انا اكون عارفها في الاحداث اللي قدامي دي. اوكي؟ ناخد برضه صوره دي نحفظها. نخش في اللي بعدها. اوكي. تمام يا انس. هنا بقى لما يجيب لك بادي بيعمل فري فول. طبعا اتفقنا فري فولينج يعني الاكسلريشن تبقى هي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي يعني بكام؟ ب 10 متر بير سكند سكوير. ولما نحب نرسم الجراف بتاعها عندك شكلين للجراف يا اما لو جاب لك سبيد تايم جراف هيكون الجريدينت بالشكل ده والسلوب بالشكل ده سبيد وهنا تايم يبقى هنا الاكسلريشن لو خدت الجريدينت في اي حاجه بيكون ايه؟ ب 10 متر بير سكند سكوير وكورسنت فاليو. ده لما بيعمل فري فول وهنا without air resistance. اما لو حبيت ارسم نفس الجراف لاوبجكت بس falling with air resistance قول لي يا تسبيح هل يا ترى هيدينا نفس الشكل بتاع الجراف ولا مختلف؟ لا مختلف. هيبقى شكله عامل ازاي؟ would be the other way around. Yeah. بيعمل كده curving بالشكل ده. طب يا ترى ليه بقى بيعمل الجراف كده؟ هنا can only the weight هو اللي acting upon the body. بس مفيش اير ريزيستنس لكن بالنسبه لده لا في عندنا حاجتين بتاثر عليه عندك الويت اكتنج داونورد والاير ريزيستنس اكتنج ابورد اكتنج ابورد. طب السؤال هل الاير ريزيستنس ده كونستنت فاليو ولا بيتغير يا دكتوره؟ لا كونستنت. لا ما حصلش الويت هو اللي كونستنت دي معلومه اساسيه بالنسبه لنا لكن الاير ريزيستنس نوت كونستنت فاليو ازاي؟ as speed of the object increases during cooling هنا بقى increases. air resistance increasing صح زي ما اتفقنا انت مثلا خارجه ايدك من العربيه كل بابا بيمشي اسرع كل ما بتحس ان ايدك بترجع لورا اكتر في عليها air resistance اكتر فبالتالي resultant force resultant force اللي هي product اللي هي ما بين ال weight وال air resistance بعمل كده ال weight minus ال air resistance يديني الايه؟ الريزلتنت فورس. فكل ماده مثلا في الاول كان الويت ب 100 والاير ريزيستنس كانت ب 20. بعد شويه الويت زي ما هو ب 100 لكن الاير ريزيستنس بقى 50. يعني معنى كده في الحاله الاولانيه كان الريزلتنت فورس كانت بكام؟ ده ماينس ده بكام يا شباب؟ ب 80. لكن في الحاله الثانيه بعد شويه الريزلتنت فورس بقت 50. لو احنا خدنا رول بيقول ان الريزلتنت فورس equals mass into acceleration يعني لما ال resultant force decreases يبقى acceleration هي كمان ايه decreases عشان كده لو نبص للنص الاولاني من الجراف بتاعنا هنا decreasing acceleration فبيجي لي في الامتحان illustrate why acceleration decreasing in the first part of the graph مثلا in part A اللي جابها هتكون بنفس الشكل as speed increases air resistance increases so resultant force decreases so acceleration هي كمان ايه decreases يعني ماشي بالترتيب يبقى 2 increase و2 decrease يبقى speed و air resistance increases فالresultant force والacceleration الاثنين بيقلوا ده part A من الاجابه بتاعتي طب part B اللي هو النص الثاني ده هنا وصلنا لمرحله معينه بيسموها terminal velocity او final velocity هنا هل يا ترى يا استاذ محمد يا هيثم هل يا ترى هنا لسه البادي بيعمل اكسلريشن؟ لا ايوه هنا الاكسلريشن بزيرو
نرجع نقول له بقى ليه نفس الايكويشن دي نبدا بيها. يبقى هنا الريزلتنت فورس ايكوال زيرو. ليه؟ لان الابورد فورس اللي هي الاير ريزيستنس بقت ايكوال الداونورد فورس اللي هي الويت. يعني هنا الدرايفنج فورس بقت ايكوال الريزيستنج فورس. في الحاله دي الريزلتنت فورس بزيرو. يعني من نفس الايكويشن يعني الاكسيشن هتبقى هي كمان بزيرو والسبيد هتبقى constant value بيسمها terminal velocity او final velocity. ده اللي هو part B في السؤال. طب انا هكمل برضو معاك. لو الراجل عمل opening parachute قولي لي انجي. الراجل عمل opening parachute ايه اللي يحصل؟ freeze decelerate. هيعمل decelerate. برافو عليك يا اميه. عامل sudden decelerate كده وبعد يرجع تاني constant speed مرة تانية. يبقى في الجزء ده اللي هو part C ايه اللي حصل فيه؟ بقت ال air resistance greater than the weight. مش كده؟ عشان كده عمل ايه؟ decelerates. مظبوط؟ يبقى هنا بقى resultant force بقت ناحيه الايه؟ ال air resistance. عشان كده بدي عمل decelerate. ما برجعش لورا وارجع تاني قدام. just decelerate. بعد كده في اخر part اللي هو part D رجع تاني constant speed تاني. ليه بقى يا دكتوره؟ رجع تاني constant؟ اه شايف قدامك رجع تاني constant speed مرة تانية؟ رجعنا تاني برضو بايه؟ بقينا resultant force equal zero مرة تانية. فبالتالي برضو الاكسليشن بقت zero والسبيد بقت ايه؟ بقت constant مرة تانية. بقى عنده lower terminal velocity في الحالة التانية. يعني معنى كده السؤال ده ممكن ينقلني لصورة تانية جات لكم في الامتحانات. ايه الصورة التانية؟ خد لك صورة يا محمد للصفحة دي عشان اخد لك السؤال اللي شبهه. تمام يا مستر. جايب لك هنا تو بولز وذ ذا سيم ماس، الاثنين بيعملوا فولينج. هنا الماس 2 كيلوغرامز وهنا الماس الثانيه 2 كيلوغرامز بس ديفرنت فوليوم. بيقول لك درو ذا بوسيبل جراف فور ذا تو بوديز از ذي ريتش تيرمينال فيلوسيتي ديورينج فولينج. يلا نرسم مع بعض الاثنين هيكونوا عاملين ازاي. مين هيقول؟ هنرسم واحد وواحد تاني صح؟ هنرسم يعني مثلا لو رسمنا ده الاولاني اللي اسمه A. اهو. طب اللي اسمه B هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى لسه ستيبر. ايوه قصدك كده؟ اه ده زي ما خدناه بالظبط في السؤال اللي فات. يعني خدت المعلومه اللي فاتت عملتها هنا. هنا ايه اللي حصل؟ ان الاوبجكت ده بقى عنده higher volume وعندهم نفس الويت ونفس الماس فبالتالي عليه larger air resistance فيبقى عنده lower terminal velocity. يبقى هنا برضه عشان لما اجي يقول لي draw طب انا عارف انا برسم ايه يبقى terminal velocity بتاعت ده هتكون اكبر من الثاني. يعني ايه هيكون terminal velocity بتاعته اكتر من بي ريتد للايه للفوليوم بتاعنا والاير resistance هتكون على ده اكتر. يعني مثلا كل ده اير بيعمل resistance اما ده عليه اير بسيط بيعمل عليه resistance. واضح كده الشكل اللي قدامنا ده؟ يبقى انا كده قدرت احدد اللي شكل الجراف بتاعي with this drawing. طيب لو طلب مني ارسم برضو ريليشن ما بين الاكسلريشن with time. خلي التايم هنا. لبادي فولز فريلي هنا نقول with air resistance نفس الكلام acceleration with time بس هنا without air resistance. ايه رايكم؟ شكل الجراف ده وده يكون ازاي؟ لو without air resistance الاثنين يبقوا زي بعض. بمعنى هرسمه ازاي؟ both lines would be the same. They would be on the same. شبه ايه الاثنين؟ شبه ايه الاثنين؟ اه. لا خلي بالك انا هنا غيرت. ده كان speed time graph. اما ده acceleration time graph الموضوع اختلف. لا ما اول واحد هيبقى straight line starting from zero ولا parallel line؟ parallel يعني قصدك تقسمه كده ولا starting from zero؟
كده ولا كده؟ أول واحد اللي فوق؟ لا starting from zero ده. طب هو الصراحة لا ده ولا ده؟ شيل ده وده كمان هنشيله. امال ايه؟ بالنسبة للساين ايه؟ هيبقى curve. هيبقى curved line. نشوف الأول، خلينا ايه؟ without air resistance هيبقى ماشي كده. ما هي ده انا المره دي حاطط الاكسلريشن على الواي اكسس. بمعنى كده هنا اكسلريشن وست تايم، اكسلريشن هاز كونستنت فاليو. فكونستنت وهي مكتوبه على الواي اكسس برسم بارالل لاين. ان لو عملت كده معناها انكريزنج. لو عملت كده معناها الاكسلريشن بتقل. لكن كده معناها الاكسلريشن كونستنت لاني بسال على الشيء اللي مكتوب على الواي اكسس. عشان كده ما بدأناش من ال انا بتكلم اكسليشن واخده رقم اللي هو 10. ماشي. فبالنسبه للتاني هنا برضو الاكسليشن بدأت ب 10 بس بما ان في ريزستنس فالاكسليشن هتعمل ايه؟ هتبدا تقل لحد ما توصل لزيرو. يبقى كده يبقى ماشي بايه؟ بالترمينال فيلوسيتي. وصلت كده يا جماعه؟ انا بغير في الاشكال اللي انت عارفها في المعلومات، انا بتناقش معاك في معلومات اساسيه بس يبقى فاهم. لو غير في شكل الجراف انا مش حافظ استنباط، مش عارف ناس حافظه مش فاهمه. تمام. فكده يا جماعه لو كلمني عن حط الاكسلريشن على الواي اكسس الموضوع هنا اختلف. انت بتسالني على اللي مكتوب على الواي يعني هكتبها بحاجه ثانيه. يا جماعه نكتب هنا مثلا اسم نور، مثلا نور كده بتزيد، طب نور كده بتقل، طب نور كده كونستنت، طب نور كده بتزيد برضو، طب نور كده برضو بتقل. ايا كان الشكل ما دام بيسال على اللي مكتوب على الواي اكسس بص على اللاين، طالع اللي فوق معناه انكريز، نازل اللي تحت معناه ديكريز، ماشي كده معناه كونستنت. اتفقنا كده؟ لما كتبت الاكسيشن على الواي اكسس الموضوع ايه؟ اختلف. اوكي يبقى نعملها كده مظبوطه كده مع بعض. بالنسبه للاكسيشن تايم جراف نعمل كده. دكتور هو ايه الفرق ما بين تاني الايكويشن بتاعت الافريج فيلوسيتي اللي هي ايكوال الانيشال فيلوسيتي بلس فاينل فيلوسيتي ديفايدد باي 2 والثانيه عكسها الماينس؟ يعني انا عارفه الماينس، البلس دي امتى ممكن نستخدمها؟ ما يجي يسالني حاجه زي ايه؟ هقول لك حاجه. طب خد كوبي للبيج دي يا محمد عندك؟ تمام. سؤالك يا دكتور بتساليني على امتى بشتغل على كلمه v plus u وامتى بقول v minus u، صح؟ طيب v minus u over t ده اللي هي الرول بتاع الاكسلريشن. بادي الستارتنج فيلوسيتي بتاعته كانت 5 بقت 15 during time 2 second، احسب لي الاكسلريشن. ده مقدار التغير في السبيد بتاعته اللي حصلت، صح؟ لكن كلمة average velocity زي ما اقول لك بتاخدي مصروف قد ايه؟ قلت لي خدت النهارده 50 ريال وامبارح خدت 100 ريال واوله خدت 30 ريال، يعني بمعدل يعني بتاخدي كام بالظبط تقريبا؟ بقول لك ثانية واحدة، هاخد الثلاثة دول بلس بعض اوفر 3، ده كده اسمه الافريج. بعمل اد لكل الفاليوز اللي عندي اوفر ذا نمبر، هو ده الافريج. فانا عندي في المسألة بتاعتي في initial velocity وفي final velocity بس. فبعمل الاثنين دول اد اوفر 2 اللي اسمهم v و u اوفر 2. طب لو عندك 5 velocity تعمل ايه؟ v1 بلس v2 بلس v3 بلس v4 ها بلس v5 كله اوفر كام؟ اوفر 5. هو ده معنى كلمه average. عرفت امتى البلس؟ لما باجي اجيب average value مصروفك ما بعملش مصروف ده ماينس ده، لا بعمل كل الفلوس اللي اخذتها اللي هو total money على total number of days. اتفقنا؟ ده اللي هو مين؟ ده الافريج بحسبه بالطريقه دي وده اللي الرول بتاع الاكسلريشن. طيب بعد كده خدنا المومنتوم، المومنتوم ده عليها موضوع كبير جدا برضه ريليتد للفورس. احنا قلنا عندنا الفورس ايكوال ماس انتو اكسلريشن، صح؟ طيب الاكسلريشن زي ما لسه انجي بتسال دلوقتي حالا m equals v minus u over t. لو عملنا distribution هتبقى
mv minus mu over t. كده احنا وصلنا لمرحله معينه اللي هي يا شباب لو عملت كده كروس مالتيبليكيشن يبقى فورس مالتيبلاي باي تايم ايكوالز ام في ماينس ام يو. يا ترى مين الفاليو دي ومين الفاليو دي؟ حد فاكر؟ اللي هي تشينج ان مومنتوم ودي اللي هي الامبولس. الله، يعني معنى كده عشان اقولها تاني الرقم المعلومه دي بكررها 50 مره في كل حصه بشرحها. تشينج ان مومنتوم هي الامبولس، والامبولس هي تشينج ان مومنتوم، يعني ده ايكوال ده. يعني لو طلب منك الامبولس تستخدم الايكويشن دي يا دي، طلب منك تشينج ان مومنتوم تستخدم يا دي يا دي، الاثنين زي بعض، الاثنين يديك نفس البرودكت. اليونتس هتكون هنا يا اما كيلو جرام متر بير سكند يا اما نيوتن سكند، والاثنين صح. تستخدم دي تستخدم دي، الاثنين هيديك نفس المعنى. ده اللي هو تشينج المومنتم وده اللي هو الامبولس، جبناها من نيوتن سكند لو. نيوتن سكند لو يا جماعه بيقول لك ايه؟ ان الفورس ايكوال تو ذا ريت اوف تشينج اوف مومنتم. زي ما اتفقنا اي حاجه اوفر تايم ده بنقول الديفينيشن بتاعها اللي فوق او الريت اوف تشينج اوف اللي فوق، يعني الفورس ايكوال تو ذا ريت اوف تشينج اوف مومنتم. ده اللي هو نيوتن سكند لو، ده الستيتمنت بتاعه. والماثيماتيكال فورمولا نيوتن سكند لو الفورس ايكوال ماس انتو اكسلريشن. دي معلومه. خد صوره ليه يا محمد عشان عايز اقول حاجه ثانيه نشوف المسائل. تمام يا مستر. اول نوع من المسائل في الموضوع ده لما يجيب لك اوبجكت بيخبط في حيطه وبيرجع تاني بيعمل كولجن. طبعا المومنتوم بيفور كولجن نسميها ام يو، المومنتوم افتر كولجن لنفس الاوبجكت نسميها ام في. فلما احب اجيب تشينج المومنتوم بكتبها ازاي؟ ام في ماينس ام يو. بس في حاجه هنا مختلفه، ان الاوبجكت غير الدايركشن بتاعه. يعني المفروض كلامي كده لما يكون ماشي ان وان دايركشن، في الحاله دي بعمل كده ماينس ماينس ام يو هتبقى ام في بلس ام يو. ده الكلام ده لما عمل تشينج ليه؟ للدايركشن بتاعه. اما لو كان الاوبجكت كان ماشي في الدايركشن ده جات له فورس وغيرت السبيد بتاعته بقى ماشي بسبيد اكتر في نفس الدايركشن، هيبقى تشينج المومنتوم في الحاله دي هتكون ام في ماينس ام يو. يبقى هنا امتى بقول ماينس؟ لما يكون ماشي ان سيم دايركشن. لكن لو عمل تشينجنج للدايركشن بتاعه تبقى ام في ماينس ماينس ام يو تكون ام في بلس ام يو. ده الفرق بين الحالتين اللي عندي. وانا بحل اي سؤال عندي بيكون ده الايه؟ ده البرنسبل بتاعي. خد صوره. يعني هم ماشيين في سيم دايركشن بنعمل لهم ماينس. يعني الاصل بص يا باشا كمساله. واحد كان ماشي بسبيد 5 متر بير سكند، واحد جه خبطه من ورا خلى السبيد بتاعته وصلت ل 15 متر بير سكند، يبقى عمل له تشينج بكام؟ الماس بتاعته كانت 1، يبقى لازم الماس 1 سبيد كانت 5 بقت 15، يبقى التشينج بكام يا دكتوره؟ بعمل ده ماينس ده تطلع معانا كام؟ 10 كيلو جرام متر بير سكند. لكن ده كان ماشي بفيلوستي 10 خبط في الحيطه ورجع بفيلوستي 5، يبقى هنا ما اجي احسب تشينج المومنتوم هو نفس الاوبجكت الماس بتاعتنا برضه ب 1، هتبقى 1 انتو 10 بلس 1 انتو 5 تطلع هنا كام؟ 15 كيلو جرام متر بير سكند. يبقى لما يكون موفينج ان سيم دايركشن بعمل ماينس، عمل تشينج دايركشن بقت ماينس ماينس بقت بلس. اوكي؟ دي المساله اللي عندي برضو في الجزء بتاع المومنتوم لما يكون وان اوبجكت. امال لما يكون تو اوبجكتس هنعمل ايه؟ بعمل كده يا شباب، ادي اوبجكت A وB before collision وهنا A وB after collision. عندي اكتر من حاله ممكن تحصل عندي،
يا إما A و B يمشي ورا بعض، يا إما A و B واحد يروح يمين والتاني شمال، يا إما they stuck and move together. عندي law of conservation of momentum كان بيقول لي إيه؟ بيقول لي كده يا شباب إن M1 U1 plus M2 U2، ده الكلام ده before collision equals M1 V1 plus M2 V2، الكلام ده after collision. ده before وده إيه؟ after collision. ده بيسموه law of conservation of momentum لأي object عندنا. فهنا تعال نجرب الكلام ده على الحاجات اللي موجودة قدامي. هنا بالنسبة للتو أوبجيك دول، هنا نقول له إيه؟ M1 U1 plus M2 U2، الاثنين جايين في نفس الاتجاه. طب هنا هيكون الإيكويشن، هتكون M1 V1 plus M2 V2. طب يا أستاذ محمد، هنا في الحالة الثانية لما أحب أكتب نفس الإجابة هيبقى نفس الطريقة؟ نعم. بماينس؟ هحط ماينس، ماينس معاني بول. نمشي العكس اللي هي M1 V1. يبقى دي احط لها ايه؟ نيجاتيف. صح كده؟ ليه حطيت لها نيجاتيف؟ عشان غير الدايركشن بتاعه. طب بالنسبه لتالت حاله؟ تو اوبجيكتس موف تو جذر. هعمل ايه بقى؟ اكتب M1 V بلس M2 V. هنا ال V بقت كومن، يعني ممكن تاخد ال V كومن ما بين الاثنين تبقى M1 بلس M2 انتو V. ده على اساس they move together. خلاص؟ ناخد مثال صغير على الحاله اللي مكتوبه قدامي دي عشان ما نقعدش نعمل تفاصيل كتير. دلوقتي مثلا بيقول لك المومنتوم بتاع الفيرست بول كانت يا سيدي مثلا كانت 500، والثانيه المومنتوم بتاعها كانت 300، والاثنين moving in the same direction، يبقى كده التوتال مومنتوم بكام يا شباب؟ moving في same direction زي ما هي مرسومه ب it is 100. يبقى كده التوتال هنا كام بتاع الاثنين ده؟ تطلع البرودكت هنا 800. يبقى كده التوتال مومنتوم بتاع الاثنين كده 800. قال لك after collision ball A المومنتوم بتاعتها بقت 100. معنى كده المومنتوم اوف بول بي بكام؟ minus 400. انا عندي قاعده بتقول لي التوتال مومنتوم بيفور كوليجن ايكوالز التوتال مومنتوم افتر كوليجن، يعني برضو لازم التوتال بتاعت ان يفضل 800. So 700. ايوه، يبقى التاني تبقى كام؟ 700. اشمعنى؟ ما عندنا، خلينا يا جماعه نحفظ القاعده دي يا جماعه، ان التوتال مومنتوم بيفور زي التوتال مومنتوم افتر. كان معانا 800 قبل يبقى معانا 800 بعد. ده خد 100 يبقى الباقي 700، ايا كان بقى. المفروض يكون مجموع الاثنين دول نفس النمبر. واضحه المعلومه دي؟ اتفقنا يا شباب؟ دي حاجه اساسيه في الموضوع بتاعنا. طيب هطلب منكم طلب كمان، غير ان انا جبت مثلا مومنتوم هنا. طلب منك change the momentum of ball B. أنا أقول له إيه؟ MV minus MU. ما احنا بنرجع رجعنا تاني للصورة اللي قبلها اللي هي كان فيها كرة واحدة بس. تمام؟ B كانت كام before؟ كانت 300. B بقت كام after؟ 700. 700. كام؟ 700 minus 300 it will be كام؟ 400. ولو سألت change the momentum of A، A كانت 500 بقت 100 برضه يكون 400. يعني معنى كده اللي ده بيقله الثاني بيزيده. ده ناقص 400 يبقى الثاني اكيد زاد 400. طيب هيطلب مني حاجه ثانيه، الامبلس of ball B كام يا انجي؟ نفسها 400. ايوه 400. ليه؟ عشان لسه قايلين من شويه المومنتم هي الامبلس. ايوه الله يرضى عليك، تشينج مومنتم هي الامبلس، والامبلس هي تشينج مومنتم. عشان نلف ونقعد ليه؟ هو مش دي مش